أجرت الولايات المتحدة اختباراً لدفاعاتها الصاروخية وتمكنت بنجاح من اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى قبالة سواحل هاواي وفقاً لما أعلنه البنتاغون. وأجرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية والبحرية الأمريكية الاختبار بواسطة المدمرة الأمريكية USS جون بول عبر صواريخ موجهة. ويأتي هذا الاختبار بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات حلق فوق اليابان.